تحية الوطن تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم وهذا أحمد المسلماني يحييكم السلام عليكم واحد مع محافظ كفر الشيخ في محل الدياي الشباب يتحدث النهاردة تشرفت بصحبة محافظ كفر الشيخ السيد اللواء السيد نصر في قرية محل الدياي مركز دسوق محافظة كفر الشيخ قبل كده تشرفت بلقاء المحافظ أكثر من مرة لما كان في مره رئيسيه كنا متاثرين فيها جدا كنا نتلقى العزاء معا في الراحل الكبير الدكتور احمد زويل اللي هو قضى جزء كبير جدا من حياته في مدينه دسوق محافظه كفر الشيخ النهارده اول مؤتمر للشباب في قريه مصريه بهذا المستوى والمؤتمر كان على مستوى عالي جدا كافه التفاصيل من الشاب اللي قدم المؤتمر من الشاب ال... الذي تلا القران الكريم في بدايه الحفل الى الشاب اللي طلعوا اتكلموا على المسرح لغايه الشاب الذين شاركوا في ست ورش عمل فيها ورش عن الاستثمار الى الجمهور الممتاز باستثناء واحد او اثنين تجاوزوا شويه في اثناء النقاش انما كل الناس تقريبا وبلا استثناء تقريبا اذا قلنا اكثر من 99% من الحضور كانوا في منتهى التحضر ومنتهى الرقي وبالتالي ظهرت قريه محل الدياي بمستوى مشرف للغايه في هذا المؤتمر الشبابي المهم. اثنين مبادره اطمئن او اطمن على نفسك في كفر الشيخ. مبادره مهمه جدا اطمن على نفسك لمكافحه فيروس سي هذه المبادره الاستاذ مصطفى زمزم والدكتور محمد العقبي قبل النهارده محافظ كفر الشيخ على هامش المؤتمر الشبابي الجماهيري واتفعوا للقاء يوم الاثنين القادم علشان محافظه كفر الشيخ يبقى فيها هذه المبادره اطمن على نفسك لمكافحه فيروس سي وفي اتفاق مبدئي ان تكون قريه محل الدياي مركز دسوق محافظه كفر الشيخ فيها مسح شامل علشان اي حد مصاب بفيروس سي يبدا رحله العلاج اللي بقت تقريبا دلوقتي نسبه نجاحها تقارب ال100% المية ثلاثة المية. زيارة إلى مركز مؤسسة المسلماني الخيرية في صالحجر. النهارده جرى تكريم مؤسسة المسلماني الخيرية في قرية محل الدياي من السادة المنظمين ومن السيد محافظ كفر الشيخ إن المؤسسة ساهمت في الأعمال الخيرية في محل الدياي وفي أماكن أخرى في محافظة كفر الشيخ وإحنا في الطريق مع الأستاذ مصطفى زمزم والدكتور محمد العقبي زرنا المقر الجديد للمؤسسة اللي هيكون فيه مركز طبي خيري في قرية صالحجر وهيكون فيه مسجد كبير على مستوى من الجمال المعماري وفيه قاعة للثقافة والحوارات والندوات المتعددة وإحنا في الطريق الحقيقة توقفنا عند هذا المكان عشان بنأمل بإذن الله بعد زيارة ما ستسمعونا إن إحنا نبدأ التعاون من أجل إنجاز هذا العمل المهم بإذن الله أربعة محل الدياي شباب يعمل كثيرا ويتحدث قليلا بعد ثورة يناير وبعد ثورة يونيو نلاقي شباب بيتكلم كتير جدا وشباب منتشر على الفيسبوك وشباب مش موجود في الواقع قد هو موجود على الواقع الافتراضي. لكن في شباب بالمقابل مشرف جدا جدا بيشتغل كتير جدا، بينجز كتير جدا، لكنه بيتكلم قليل جدا جدا. يبقى احنا إزاء ظاهرة سلبية واضحة منذ ثورة يناير حتى الآن، إن في قطاع من الشباب بيتكلم كتير ولكنه لا يعمل، لكن في ظاهرة إيجابية عظيمة ينبغي يعني ان احنا نجري وراها ونشوف الشباب المتميز الذي يعمل كثيرا ويتحدث قليلا من هؤلاء الشباب اللي في المجتمع المدني في قرية محل الدياي قرية مصرية تبع مركز دسوق محافظة كفر الشيخ ازاي قدرت هذه القرية تتبرع بعشرة مليون جنيه من داخل القرية بدون جنيه من خارج القرية ان اهالي القرية تبرعوا بعشرة مليون جنيه للاعمال الخيريه ان يعملوا مركز غسيل كلى متطور بيجهزوا لمركز حضانات مهم عاملين ملعب تقريبا بالمعايير الدوليه اللي موجوده علشان يعملوا نشاط رياضي كبير عاملين انشطه متعدده منها تطوير المسجد العمري اللي هو المساجد التاريخيه في قريه محل الدياي فانا بأحيي شباب قريه محل الدياي مركز لسوق محافظه كفر الشيخ وبأناشد الإعلام أنه يبحث عن هذا الشباب في كل مكان ذلك الشباب الذي يتحدث قليلا جدا ولكنه يعمل كثيرا جدا فتحية لهم جميعا خمسة إسرائيل تهدم فلسطين منزلا منزلا النهاردة السبت صباحا في أسرة في القدس بدأت تهدم بيتها بإيديها لأن في قرار من بلدية القدس المحتلة إن هم لازم يهدوا هذا المنزل بلدية القدس المحتلة والقانون الخاص بالاحتلال الإسرائيلي بيساد إلى قانون إلى قانون احتلال بريطاني قبل كده إن هم ممكن يصدروا قرارات بهدم منازل فتخيل إن يكون في قرار بشع وقانون بهذه البشاعة قانون هدم منازل المواطنين الفلسطينيين كان في قانون قبل كده استعماري أيام الانتداب البريطاني سنة 45 ورغم أن اتفاقية جنيف الرابعة 49 بتمنع ده فيش حاجة اسمها بني آدم في العالم ولا دولة ولا قانون اسمه هدم منازل لكن إسرائيل المحتلة استعمت بقانون لبريطانيا المحتلة قبل كده احتلال بيستعين باحتلال علشان خاطر علشان خاطر يقنن هدم المنازل في فلسطين المحتله النهارده هدم منزل انما الارقام بتقول ان خطه اسرائيل هي هدم كل المنازل تقريبا كل يوم او اتنين منزل منزلين ثلاثه هو الهدف انه مع الوقت هدم فلسطين منزلا منزلا شقه شقه وبيت بيت ده غرض اسرائيل في فلسطين لما نشوف الارقام هلاقي ان اسرائيل هدمت منازل سنة 2015 74 بيت لكنها 2016 بقوا 203 بيت تم هدمهم 2016 شو بقى التصاعد 2017 ولسه بنبدأ منازل كتيرة جدا تم هدمها في فلسطين قرارات الهدم من 67 الى الان أكثر من 14 ألف قرار هدم الأمم المتحدة بتقدر عدد المنازل التي تم هدمها في الضفة والقدس فقط إلى الآن بخمسين ألف منزل فتخيل بقى المنازل اللي هدمتها فقط في القدس والضفة الغربية يعني غزة مش داخل هذا السياق لما نقول إن هذه المنطقة فقط اللي هي الضفة والقدس تم هدم خمسين الف منزل حتى الان وفي قرارات هدم اخرى هتنفذ لسه فبنتكلم على خطه اسرائيليه لعينه هدفها انها تهدم الوطن الفلسطيني طوبه طوبه وبيت بيت لكن طبعا مهما تكون اسرائيل دلوقتي تبدو في وضع اقوى ويبدو الفلسطينيين في وضع اضعف الا ان حركه التاريخ مع فلسطين والاحتلال من المؤكد لن يبقى ولن يستمر وإن إسرائيل مهما استعلت الآن ومهما ضعف الجانب الفلسطيني والعربي والإسلامي الآن إلا أنه من المؤكد أن المستقبل سيكون مع الحق وأن المستقبل باليقين ضد إسرائيل ستة الرش بالسم اغتيال شقيق زعيم كوريا الشمالية في ماليزيا كانه فيلم سينمائي وفي الواقع ينفع فيلم سينمائي لو حد النهارده سيناريست بدا يكتب كده اللي حصل هو مش محتاج اي مجهود ده فيلم جاهز اغتيال في المطار مش محتاج اي مجهود علشان حد ينفذ هذا الفيلم المثير للغايه اغتيال في المطار يوم الاثنين اللي فات الساعه تسعة الصبح شخص كوري موجود في مطار كوالالمبور عاصمة دولة ماليزيا الشقيقة وهو في المطار متجه إلى مكان آخر فيه سيدتين بيتابعوه واحدة معها جواز سفر فيتنامي والتانية معها جواز سفر اندونيسي وديت اسمها عيشة او ستي عيشة بالظبط اسمها كده في الباسبور السيدتين دول قعدوا يراقبوا الشخص الكوري اللي ماشي في المطار، وبعد شويه جت احدى السيدات او احدى السيدتين تقدمت ومن خلف هذا الشخص الكوري امسكت به وبعدين فوطه مبلله ومسحت بيها وشه بالكامل، يعني هو ماشي في السياق هي جت من ورا جت مغميه وشه كله تقريبا بهذه الفوطه والفوطه دي مبلله أدت إلى هو ما يقدرش تقريبا يشوف وإلى حرق شديد في العينين وبعد قليل قريب نتكلم على ثانية كمان لأن من أول ما هذه السيدة عملت الموقف ده وكمان السيدة الثانية وأنجزوا المهمة وسقط على الأرض كل ده في خمس ثواني يعني الأولى والثانية وكل الوقت اللي بينهم في خمس ثواني فقط السيدة الأولى عملت إيه؟ قلت لحضراتكم إن هي جت على وشه وجت مسحة بهذه الفوطة في ثانية تقريباً عينيه بقتش قادرة على الرؤية انهار تقريباً بدأ يدرك إن في محاولة اغتيال بس طبعاً نتكلم على ثانيتين كمان كانت جت السيدة الأخرى ورشت عليه سم على وشه وبعدين حقنة في الوجه بالسم سقط على الأرض فوراً من أول الفوطة المبللة لغاية الحقنة الكيميائية ديت وبينهما الرش بالسم كل ده خمس ثواني سقط فورا على الأرض الشرطة راحت بالنسبة لها بالنسبة للشرطة مواطن أو شخص ذو ملامح كورية بيبصوا في الباسبور ده مواطن كوري أخدوا هذا المواطن وهو في الطريق بقى بيموت تقريبا قال لهم أول ما الشرطة كلمته قال لهم أن دي محاولة اغتيال وأنهم حاولوا يقتلوني بالسم أخذوه على الإسعاف هو في الطريق يدوب عشر دقايق طلع من المطار مات في الطريق في عبرية الإسعاف قبل أن يصل إلى المستشفى السيدتين بقى اللي هم قاموا بعملية الاغتيال اللي هم جاسوستين لكوريا الشمالية لازوا بالفرار وبعدين أخذوا تاكسي من بره المطار وراحوا مكان عند صديق علشان يهربوا تاني يوم لكن واحدة من الاثنين اللي قتلوا ما هيش بالذكاء الكافي نفس التيشيرت اللي كانت لابساه في عمليه الاغتيال لبست نفس التيشيرت وهي برضه خارجه تاني يوم فتم القاء القبض عليها. هذه العمليه مخابرات كوريا الجنوبيه تاني يوم يعني الكلام ده الفيلم ده اللي هو فيلم حقيقي مرعب ان واحد ماشي مطمن في المطار فجاه عملية اغتيال مرعبه على هذا النحو إن سيدتين اللي بتغمي واللي في واللي ترش السم واللي تحقن ده خمس ثواني مات وهو ماشي في المطار مش في مكان متوقع فيه إن يتعرض لاغتيال. مخابرات كوريا الجنوبية ثاني يوم يوم الثلاث قالوا إنه ده اغتيال وإن ده أخو رئيس كوريا الشمالية. وفعلا طلع هو أخو زعيم كوريا الشمالية أخوه الكبير. كان المفروض الأخ اللي هو أغتيل ده في المطار هو اللي يكون زعيم كوريا الشمالية. والده كان بيجهزه للزعامة. لكن يبدو أن هو كان شخص غريب الأطوار وعنده أفكار تانية لأن بعد شوية تم إلقاء القبض عليه في طوكيو. برضه في المطار. يعني مرة في المطار ضاعت منه السلطة ومرة في المطار ضاعت منه الحياة. في مطار طوكيو لما ألقوا القبض عليه فالبيه رايح فين؟ أولاً طلع ابن زعيم كوريا الشمالية الوريث. اللي المفروض هيكون زعيم كوريا الشماليه القادم. طلع ان سيادته رايح ديزني لاند. طبعا منتهى التفاهه لشخص بيستعد عشان يكون زعيم اخطر بلد في العالم ورايح ديزني لاند باسبور مزور والده ما يعرفش فوالده حس ان شخص غير جاد وهيودي العيله في تولى السلطه فاطاح بيه وجاب الابن الثاني اللي هو الزعيم الحالي لكوريا الشماليه. الاولاني بقى اللي هو بتاع ديزني لاند الثاني غيره تماما لان اخوه اللي ماسك حاليا ده طبعا عمل اكتر من 300 عملية اعدام في الخمس سنين اللي فاتوا في عمليات اعدام شهيرة لوزير دفاعه لجوز عمته اللي كان الرجل التاني في النظام اللي ادى امر مش ان هو يعدم باطلاق الرصاص وانما يعدم بتوجيه صاروخ مضاد للطائرات فتخيل الشخص كده يقف يبقى الاعدام ان اطلاق صاروخ مضاد للطائرات عليه عشان لا يبقى فيه اي شيء وزير التعليم أعدمه لأنه نام شوية أثناء اجتماع نام كده يعني ثواني 10 12 ثانية غفوة غفى أثناء الاجتماع تم إعدامه وكيلين وزارة التعليم من انتبهوش بشكل كافي ما ناموش لكن بس من انتبهوش بشكل كافي لحديث الزعيم رجعهم أولى ابتدائي تخيل مثلا ما حد يكون وكيل وزارة التربية والتعليم ويطلع قرار من الزعيم انه يرجع اولى ابتدائي ويقعد في الفصل فعلا ويمتحن تاني في الدراسه. فاللي بيعمله زعيم كوريا الشماليه مذهل وفيه ابتكار شير جدا في العقاب. انما اخر فصل او احدث الفصول هو اغتيال اخوه في مطار كوالالمبور بهذه الطريقه بجاسوستين او عميلتي مخابرات كوريا الشماليه قدروا ينفذوا العمليه دي بكفاءه كبيره جدا لكن تم القاء القبض عليهم وحديث العالم الان يا ترى كوريا الشماليه الى اين بعد عمليه الاغتيال ويا ترى كيف تقرا كوريا الجنوبيه مستقبل المنشقين عن النظام الكوري الشمالي. سبعه القاره الثامنه العالم لم يعد سبع قارات كلنا عارفين ان العالم سبع قارات قاره اسيا قاره افريقيا قاره اوروبا كده كام ثلاثه نيجي بقى القاره القطبيه الجنوبيه قاره استراليا يبقى كام اربعه خمسه نيجي بقى امريكا الشماليه سته امريكا الجنوبيه سبعه البعض بيعتبر ان الامريكتين قاره لكن السياق العالمي الاشهر ان كل أمريكا الشمالية قارة وأمريكا الجنوبية قارة. يبقى في هذه الحالة العالم كام قارة؟ سبعة. آسيا، أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أستراليا والقارة القطبية الجنوبية. لكن العلماء كما نقلت وكالة رويترز اكتشفوا قارة جديدة هيسموها القارة الثامنة. القارة ديت موجودة قبل كده لكنها قارة غارقة. ما زي افلام الخيال العلمي اللي هي قاره موجوده فعلا تلاقي جبال تضاريس هضاب موجوده لكن مش باينه على وش الميه انما اجزاء صغيره اللي باينه زي نيوزيلندا اللي ممكن اي حد يشوف نيوزيلندا على الخريطه لانها من الاماكن اللي هي ظاهره وكاليدونيا الجديده كاليدونيا الجديده هي كمان جزر جزء من هذه القاره الجديده والقاره دي اسمها زيلانيا يبقى عندنا قارة تامنة اسمها زيلانيا. العلماء بيحاولوا دلوقتي ياخدوا إقرار علمي في العالم ولو تم الإقرار يبقى في هذه الحالة إذا السؤال بعد كده العالم فيه كام قارة؟ يبقى العالم فيه تمن قارات باكتشاف قارة زيلانيا. القارة دي كانت جزء من قارة أستراليا العظمى. كانت أستراليا قارة كبيرة جدا من 50 مليون سنة اتقسمت. بقت أستراليا حاليا والقارة الغارقة دي. القاره الغارقه غرقان منها حوالي 94% واللي بان على السطح زي كاليدونيا الجديده وزي نيوزيلندا وزي جزر كاتام يعني كام حاجه كده دي الحاجات اللي باينه من القاره انما بقيه القاره موجوده لكن بتبان على طول تحت الماء طبعا ده اكتشاف جغرافي مهم اذا تم اقراره انما ده كمان بيذكرنا انه هذه الدوله الصغيره أو هذه الجزر الصغيرة التابعة للدولة الفرنسية كاليدونيا الجديدة لها كمان ذكرى عند العرب. كاليدونيا الجديدة جزر بعيدة جدا جنب نيوزيلندا وأستراليا. لما كان في مقاومة في الجزائر ضد الإحتلال الفرنسي كان بيتم نفي المقاومين إلى هذه الجزيرة. شوف بقى اللي يروح أستراليا أمتى بقى ده الكلام ده في القرن ال 19 كمان. فكان ال 19 اصل الناس بالجمل اساسا فيودوه اخر الدنيا شوف بقى المنفى منفى طبعا خيال لو حد راح دلوقتي اصلا مش يرجع تخيل بقى وقتها هذا المنفى كان ممكن ازاي الانسان يشعر فيه بالضياع التام فكتير جدا من المقاومة الفرنسية من المقاومة الجزائرية لفرنسا نفوهم في هذه الجزر التابعة لفرنسا وبعدين بقت في جاليه جزائريه موجوده هناك وبعضهم رجع الى دوله الجزائر الشقيقه ان دلوقتي البلد ديت اللي هي جزء من فرنسا البعض بيطالب بالاستقلال لكن هي البلد نفسها كل اكل عيشها تقريبا عندها نيكل حاجات بسيطه وعندها يدوب شويه حاجات تنفع للسلطه يعني هي بلد منتجه للسلطه ده اخرها لكن طبعا فيها سياحه جميله لكن برضو في اخر الدنيا فالجزر دي بيتطالب بالاستقلال لكن البعض بيقول لا إحنا محتاجين فرنسا من أجل دعمنا ماليا الجزر دي جزء من القارة الجديدة أو القارة الغارقة زيها زي دولة نيوزيلندا يدب دي الأجزاء اللي بينه من القارة الغارقة نتيجة ارتفاع مستواها فظهرت كدول أو جزر من بين موجات البحر حفظ الله الجيش حفظ الله مصر وقف الخلق